خمس حاجات النهارده زي ما شفتوا في الفايت اللي تحت، ان احنا هنتكلم عن 5 طرق التخلص من الاكتئاب والملل والزعل كل الحاجات دي. ف يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه وهي انك تقرب من ربنا. يعني ايه يا امور؟ ما انا كده بصلي وقريب من ربنا وكل حاجه. لا، قرب من ربنا، احكي ربنا ضغوطاتك، ادعي كتير ان الازمه اللي انت فيها دي تعدي على خير، احكي ربنا كل مشاكلك وضغوطاتك، صدقني هتبقى احسن. على الاقل ربنا مش هيغزلك، ربنا مش زي البشره اللي معانا في حياتنا هنا، ربنا مش هيغزلك، ربنا مش هيسيبك، بالعكس ربنا هيعينك على اللي انت فيه، وهتحس ان يومك فيه بركه وبتعمل حاجات كتير قوي حلوه، وهتنسى اصلا انك كنت زعلان. دي بالنسبه لاول نقطه. تاني نقطه معانا وهي انك تبعد عن اي حاجه بتسبب ليك طاقه سلبيه او بتجيب لك طاقه سلبيه. بمعنى يا نور، بمعنى ان معظم الاكتئاب اللي في حياتنا او معظم الطاقه السلبيه اللي بيجينا في حياتنا، ممكن مثلا يبقى عندك صاحبه، ممكن يبقى عندك صاحب، ممكن يبقى في حياتكم ناس بيأثروا عليكم بالسلب. يعني ايه؟ يعني دايما بيجيكوا طاقه سلبيه، اللي هو مثلا يقول لك ايه ده التيشيرت ده مش حلو عليك النهارده، ايه ده مش عارفه ايه، انت فاهميني؟ اكيد انتوا فاهميني صح. فابعدوا عن الناس دي. في مقوله كده بحبها دايما، وهي ان الوحده خير من جليس السوء. يعني ايه؟ يعني انك تبقى قاعد لوحدك في سلام وامان كده ورايق، وانك تبقى قاعد وسط ناس وعارف ان الناس دي هتاذيك ايا كان بقى نوع الاذى اللي هيذولك، اذا كان بقى نفسيا جسديا عاطفيا. فابعد عن الناس دي حتى لو كانوا اقرب الناس ليك. شايفين الجمله دي؟ حتى لو كانوا اقرب الناس ليك، تحتها متخط الجمله دي. ايا كان بقى الشخص ده بالنسبه لك ايه، فانت لازم تبعد عنه، لانه هو مش هيفيدك في حاجه، بالعكس هو هيضرك، فانت لازم تبعد. تالت نقطه معانا وهي انك ما تقعدش لوحدك، ولو قعدت لوحدك تعمل حاجه مفيده. يعني انك ما تفضلش قاعد في الاوضه بتاعتك وقافل على نفسك وتقول انا تعبان وانا متضايق وانا مخنوق وانا مش قادر اعمل حاجه وخلاص الحياه وقفت. الحياه ما وقفتش، انت زعلت شويه ولكن الحياه لسه ماشيه عادي وطبيعه، وممكن تاكل وتشرب فاهميني. لان عامه الزعل بيأثر على حياتنا اليوميه والروتين بتاعنا وكل الحاجات المفروض نعملها، فبنفتكر ان احنا زعلانين ونقفل على نفسنا وما بنعملهاش. طب اعمل ايه يا نور؟ انت تقوم كده، يلا قوم صلي وادي ربنا حقه في الصلاه، وبعد كده قوم شوف وراك ايه، ايا كان بقى من شغل من تصوير، قوم شوف وراك ايه. بعد كده اعمل حاجات انت بتحبها، رسم، تتكلم مع حد بتحبه، هتفضفض مع حد بتحبه، هتلعب مع اخواتك، هتقعد مع عيلتك فاهمني. يعني ما تقعدوش لوحدكم، هتخرجوا خروجه كويسه مع صحابكم، هتفكوا. يعني رابع نقطه وهي انك تكتب مشاكلك على الورق. يعني ايه يا مور اكتب مشاكلي على الورق؟ يعني هتجيب ورقه كده وتقوم كاتب فيها كل الضغوطات بتاعتك او كل الحاجات اللي بتضايقك، وبعد ما تكتبها هتقوم ماسك الورقه ومقطعها ورميها. يعني انا نور مش هكتبها وبعد كده بقى اسيبها في كراسه واقعد اقرا فيها. ما انت حضرتك كل ما هتقعد تقرا فيها كل ما هتزعل اكتر، وكل ما هتفتكر مثلا انا لو حصل لي حاجه ونسيتها هاجي اقرا تاني ان انا كنت كاتبها فهفتكر. فاهميني صح؟ انتوا اكيد فاهميني. فاكتبها على ورقه، ومجرد انك تكتبهم على ورقه وتقوم ماسك الورقه دي وتقطعها، خلاص انت بتحس ان مشاكلك اتقطعت مع الورقه دي فاهميني. وهي اخر حاجه انك ما تقارنش نفسك بالناس اللي حواليك. ولو قارنت نفسك، قارن نفسك بنفسك بس زمان. بمعنى انك ما تفضلش تقارن نفسك بالناس اللي في حياتك. يعني ما تقولش مثلا اشمعنى هو لابس كويس وانا لا، اشمعنى هو لابس كل يوم طقم شكل وانا لا، طب اشمعنى هو دايما بيجيب مصروف كبير معايا، طب اشمعنى هو اهله مبسوطين وبيعاملوه كويس. ما تقولش اشمعنى، لان ربنا مقسم كل حاجه بالعدل. لازم تبقى في حياتك كده حاجة اسمها الرضا. الرضا دي حاجة لازم تبقى أساسية في حياتك، انك دايما تبقى راضي ان ربنا مديك الحاجة دي ليه حكمة في كده. انا مثلا كان بيحصل لي موقف زمان اني بشرتي سودة، والفصل بتاعي كانوا بشرتهم كويسة يعني وكده، وانا طبعا بشرتي مش وحشة فاهميني. فانا يعني هو عشان اسمي نور وبشرتي غامقة شوية وكده، فدايما كانوا مدرسين جداد بيجوا يتعرفوا علينا في الفصول وكده، فكانوا دايما يقولي اسمك ايه، فاقول لهم نور السيد حالي وكده.
فكانوا يقولوا ايه ده انتي نور، طب ضلمه، انتوا فاهمين صح؟ فده كمان نوع من ان تديك كره اسمي. ساعتها انا كنت كارهه اسمي، كارهه شكلي، كارهه لون بشرتي، بس بعد كده شفت انه لا، ربنا ليه حكمه ان هو يديني بشرتي كده وانا عاجبه نفسي كده. فانتوا ما تقارنوش نفسكم بحد، قارنوا نفسكم بنفسكم زمان. يعني ايه؟ يعني مثلا نور زمان كانت بتصحى الساعه 2 3 الظهر، دلوقتي نور بتصحى امتى؟ ل7 الصبح. عادي بتصحى 8 او 9 بس بدري عن الاول، ولكن ما انا ما ببصش للي بيصحى الساعه و بيصحى يكتب واجبه كله ويخلص مذاكرته ويصور ويشوف شغله ويخلص كل المهام ويفطر والكلام ده، وابقى انا لسه صاحيه الساعه 8، انا كده صحيت متاخر. لا لا لا، اللي صاحي 5 عمل كتير عني. طب انت ليه بص من الجانب السيء؟ انت ليه ما بصش من الجانب الحلو؟ انك ممكن تصحى الساعه 8 عادي تصلي، هتعملي حاجه مع ماما او هتعمل حاجه مع مامتك، وبعد كده هتمسكي الكتب بتاعتك وتذاكري واحده واحده، هتلاقي نفسك ان انت اليوم برضو عادي، مش معاكي عادي جدا زي اللي صحيت من الساعه 5. بس يمكن اللي صحيت الساعه 5 دي عملت انجاز اكبر، بس لا، احنا برضو عملنا حاجات. تكون حلقه النهارده خلصت، واتمنى ان هي تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها، واشوفكم في حلقه جديده. وباي.